مجال الرسم الحر احنا من اختاريناه تماس ويا الناس، وهذا الفن فيه ميزة حلوة وهي من نشوف الناس الطفل من ترسم الفرحة تشوفها تبين بعيونه، فهاي كلش تعطينا طاقة إيجابية ما تقدر الثمن. هذا الشغل هذا وقتنا هسه، تحملنا الحر تحملنا البرد من اجل الرزق، مصدر رزق. بس مهما يكون احنا مثل ما اكو اشخاص تعلمت من عندهم، فيجي شخص من يقول لي اريدك تعلمني العين، تعلمني الخشب، تعلمني الشغلات هاي، وانا اقبلها بصراحه وعلم الشغلات هاي بدون مقابل. شارع المتنبي هو شارع إبداعي جمالي بنفس الوقت، شارع به طاقات، وهاي الطاقات تظهر للعالم على مود حتى شنو الناس تستقبلها بجمالية وبروحية. فالفن الموجود خاصة عند الرسامين اللي قاعدين على الرصيف يفتركون فن راقي يعبر ما بداخلك، لذلك تطلع به لمسة فنية حلوة.